في كمان خبر مهم جدا، الكابتن محمود الخطيب كان حرص على لقاء فريقي هنا ناشئين وناشئات ال 18 سنه لكره السله والاجهزه الفنيه بتاعتهم والاداريه، وده تقديرا طبعا زي ما تابعنا الفتره اللي فاتت اللي قدموه من نتائج كانت مميزه جدا في بطوله دوري المرتبط، وتحقيق الفوز في كل المباريات اللي خدوها وخدها هنا الفريقين بالبطوله. فمستوى محترم جدا، لعيبه محترمه جدا بجد، شابوه والف مبروك علينا جميعا. خلينا نتابع التقرير ده ونرجع نكمل. كانت لفتة طيبة من الكابتن محمود الخطيب، كنا سعداء بهذا التكريم. نحن هنا نحتفل بتحقيق بطولة دوري مرتبط للشباب، وأيضا نحتفل بالأداء الرائع لفريق المرتبط بنات. حتى الآن كانت هناك خطة موضوعة منذ 5 أشهر مضت، وبذلنا قصارى جهدنا لنحقق أهداف الخطة، ولهذا أنا فخور بفرق المرتبط. جزء مهم من عملي هو إعلاء روح التعاون لفرقة المرتبط والعمل على تنمية مهارات اللاعبين وإحراز تقدم في مستواهم ليكونوا على قدر التنافسية وإعدادهم للفريق الأول، وهذا ما نحاول فعله. ده شرف لينا النهاردة أن احنا نكرم من كابتن محمود الخطيب. بداية موسم قوية الحمد لله، ربنا كرمنا، يمكن فريق مرتبط ربنا كرمه الحمد لله، كسبنا الماتشين. للأسف احنا بس مرتبطين بالدرجة الأولى فما حصلش توفيق، وده وارد جدا. السنة اللي فاتت الدرجة الأولى واخدة كل البطولات تقريبا، السنة دي الحمد لله الفريق عمل شغل عالي جدا وتعب جدا معانا، وكان في تحديات كبيرة جدا، وربنا كرمنا الحمد لله وكسبنا النهائي وعملنا اللي علينا، وبدليل ان الكابتن خطيب النهارده بيكرمنا، وده بالنسبة لنا في حد ذاته بطولة لوحدها. كابتن خطيب وجه لنا طبعا كلام، وجه للعيبة نصايح. الموضوع مش قصة بطولة ولا ماتش كسبته، القصة الحكاية كلها بتبدأ من دلوقتي. احنا عندنا بطولتين، عندنا بطولة المنطقة وبطولة الجمهورية، وان شاء الله باذنك يا رب احنا وعدنا كابتن خطيب كابتن خالد العوضي ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا نكسب بطولتين، وان شاء الله باذن الله اخر موسم كابتن محمود وعدنا ان هو هيقابلنا تاني ويكرمنا تاني ان شاء الله باذن الله بالكاسين باذن الله. انا شايفة ان هو بيدينا سبورت وثقة في نفسنا، يعني ان احنا نأدي احسن وان احنا ما نزعلش، يعني ان احنا ما اخدناش في الاخر، احنا عملنا اللي علينا، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا في المنطقه والجمهوريه الجايين ان شاء الله. طبعا انا مبسوطه جدا ان كابتن محمود الخطيب بنفسه جه كرمنا، ده شرف لينا، وطبعا بيدينا حافز ان احنا نكمل وناخد كل البطولات، وده شرف لينا طبعا. يعني صراحه احنا كلنا مبسوطين جدا، وكلنا كان نفسنا الصراحه نشوفه ونتصور معاه وكده ونسلم عليه، الصراحه احنا بنحبه قوي. يعني مبروك للنادي الاهلي، طبعا حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا التكريم من كابتن محمود، قامه كبيره جدا اسطوره النادي، حاجه كبيره للاولاد في السن ده، وان شاء الله ان شاء الله نفضل مشرفين، ويعني مشرفين النادي في البطولات الجايه باذن الله. اولا بالنسبه للتكريم بتاع الكابتن محمود، ففعل كل اللعيبه كانوا منتظرين انهم بس يتصوروا مع كابتن خطيب، كابتن خطيب قال لهم على شوية نصايح لو اتبعوها هنكسب كل البطولات إن شاء الله. أما بالنسبة للصعوبات، إحنا عندنا أول الموسم ابتديناه ولقينا 4 لاعبين أساسيين سافروا أمريكا، فبالتالي يعني لازم نجهز لعيبة تانيين مكانهم، وهم أصلا يعني كانوا جاهزين يعني. الحمد لله ربنا كرمنا ولعبنا الماتش النهائي بتاع المرتبط وما عندناش ولا اصابه. اولا بحب اشكر كابتن محمود الخطيب، دي لفته حلوه جدا منه، اللعيبه كلها ما كانتش مصدقه ان كابتن محمود الخطيب هيكرمهم، ما حصلتش قبل كده لاي فرقه من الفرق الصغيرين، فلازم نشكره على اللفته دي. ثانيا الحمد لله على البطوله، احنا بطوله صعبه جدا من أولها، كل الماتشات صعبة، كل الجيمات كانت في الملعب، وإحنا مرينا بظروف إن في لعيب 2 لعيبة سافروا، فدخلنا بالتيم مش كامل، بس الحمد لله اللعيبة اللي عندنا كانت رجالة، وكابتن محمد تعب جدا مع الفرقة، وكابتن كريم، وكابتن أحمد حسب النبي، وكابتن مودي الجرحي طبعا هو اللي عامل كل الشغل معانا بصراحة،
كل حاجه بنطلبها بتكون خلصانه، دي حقيقه. فلازم نشكر الجميع بصراحه، واللعيبه الحمد لله طلعت رجاله وقد المسؤوليه. طبعا هو كان حاجه مفيده لينا ان نقعد مع كابتن زي كابتن الخطيب ويقول لنا نصايح ومعلومات اللي عنده عشان يفيدنا بيها، وطبعا فادنا كتير. طبعا احنا عملنا اكتر حاجه عندنا عشان نقدر نعمل انجاز زي ده ونكسب من غير ولا خساره ونساعد الفيرست تيم. طبعا دي يعني اقل حاجه نقدر نعملها، واحنا اشتغلنا كتير اول السنه. كان شرف لينا طبعا ان هو يكرمنا، واحنا طبعا انبسطنا جدا ان هو جه يكرمنا، واحنا اجتهدنا عشان نوصل ان احنا نتوج. قال لنا اللي احنا يعني انا طبعا لازم اسمع الكلام اللي هو قاله، وده كلام مهم اللي احنا نركز فيه. هو كان قال لنا اللي احنا نقرب من ربنا ونبعد عن الحاجات اللي ممكن تلهينا عن الرياضه. الحمد لله طبعا احنا تعبنا كتير قوي، كل ده بفضل المدير الفني وكل الجهاز الفني بتاعنا. كل الفريق كله تعب من اصغر واحد لاكبر واحد. الحمد لله كسبنا، الحمد لله ربنا وفقنا في كل الماتشات. طبعا تكريم النهارده ده يعني حاجه كبيره جدا. كابتن محمود الخطيب اسطوره كبيره ولازم نتعلم منه، وكمان كان كلامه كبير قوي بس، والحمد لله كسبنا المرتبط يعني الحمد لله. طبعا شرفنا ان احنا نكسب بطوله كبيره زي دي، وتشرفنا اكتر ان كابتن محمود الخطيب هو اللي كرمنا بنفسه. حاجه تفرحني جدا يعني ان انا اعرف ان في اهتمام علينا زي ما في اهتمام على الفرقه الكبار. طبعا شرف لينا كبير جدا كابتن محمود الخطيب يجي يتكلم معنا ويدينا من خبراته. ادانا خبرات كتير ان احنا ما ندخلش غرور جوانا ولا التكبر، وان احنا نمشي على رتم واحد عشان ان شاء الله نكمل على البطولات، ناخد كل البطولات بقيه الموسم. الحمد لله احنا تعبنا، وبنشكر الجهاز الفني كله من كابتن داني، كابتن محمد اشرف، كابتن مودي الجرحي، والفرقه بسم الله ما شاء الله احنا عملنا كل اللي علينا. والزياره اللي كابتن محمود الخطيب عملها لنا دي شرف لينا كلنا وشرف لاي حد في النادي الاهلي. ادانا كتير من خبراته، وباذن الله نكسب من نهايه الموسم ونعمل زياره ثانيه ان شاء الله.